السلطة الليبية تحتجز المحامية الأسترالية ميليندا تايلر المكلفة بالدفاع عن سيف الإسلام القذافي بحجة محاولتها تمرير أوراق وصفتها السلطات بالخطيرة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل. أثناء الزيارة حاولت السيدة هذه تمرير بعض الأوراق مكتوبة بخط اليد، وتحصلت منه على توقيع على بياض على أوراق أخرى. لا نعرف ما أوراق الأوراق، من الأوراق؟ الأوراق منقولة من الخارج من بعض الأشخاص، منهم محمد إسماعيل مدير مكتبة في السابق. أوكي، تم ضبط هذه الأوراق. وحسب المسؤولين الليبيين فإن تلك الوثائق تشكل خطرا على أمن ليبيا، لكنهم لم يفصحوا عن فحواها.